نعم، شوف استاذ احمد، يعني تتذكر كيسنجر والصين وامريكا عندما اعتمد دبلوماسيه الخطوه خطوه. نفس الشيء اليوم في اي ازمه في اي صراع هناك دبلوماسيه الخطوه خطوه، نتدرج كدول كاطراف معنيه بازمه في منطقه الى اخره باتجاه الحلول. احنا نتمنى فعلا ان ايران تتخلى عن نظريه ولايه الفقيه. واذكر باستمرار أن نظرية ولاية الفقيه طبقا لما طرح الإمام خميني وما يطرح اليوم السيد خامنئي باعتبارها ولاية مطلقة على المسلمين، لا تأخذ بها مرجعية النجف الأشرف التي تؤمن بالدولة المدنية، تؤمن بالدولة الديمقراطية، تؤمن بالتعددية، لا تؤمن بولاية الفقيه ولاية مطلقة، بل تؤمن بها ولاية اجتماعية من أجل نشر القيم بين المجتمع حصرا.